طيب برضو عايز اخد حضرتك لمستوى النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام نادي الهلال السوداني. البعض قال ان المستوى لم يكن جيد، لكن مباراه الساعه 3 الظهر وخصوصا بعد ما رجعت من فوز وفرحه كبيره في كاس العالم للانديه، ومباراه بعد اخر مباراه لعبتها باربع خمس ايام سفر للسودان، ايه رايك في هذه المباراه وايه رايك في الظروف اللي احاطت بهذه المباراه؟ هلا خلينا اول شيء نحكي على الظروف اللي احاطت بالمباراه. نعم. كمان يعني لم تكن ظروف مشجعه لكره القدم صراحه. نعم. ما كنت عارف يعني ليش الشحن قبل المباراه من جانب الاخوه بنادي الهلال السوداني، وانا بعرف يعني انه في بالسودان اهلاويه كثر يعني وبحبوا النادي الاهلي، لكن بالنهايه 0-0 في ظل الفريق لم يعني مرتاح اللاعبين من فتره طويله من الكاميرون الى الامارات ثم العوده الى مصر ثم الذهاب الى السودان، يعني كمان بالنهايه لاعب كره القدم يحتاج الى بعض الاستقرار. مزبوط. اللي كان عم بيصير بلاعبين النادي الاهلي في نوع من الظلم تحديدا، لانه تداخل بطولات ببعضها وانت عم تلعب مباريات على اعلى مستوى، فهبوط المستوى بعض الاحيان امر طبيعي جدا. واللي حصل انه الاهلي انا برايي خرج ب ب ب باقل الممكن، لانه كان ممكن يحسم المباراه بكره قفشه بالدقيقه الاخيره. مزبوط. لو دخلت المرمى، لكن بالسنوات الاخيره اسلام اذا بتلاحظ الاهلي ببلش البطوله ببطء بعدين بينطلق مع المراحل الحاسمه. مزبوط. المجموعه حاليا بعتقد مجموعه يعني نتائجها عم بتصب بمصلحه الاهلي، لانه في تعادلات كثيره، واعتقد انه الاهلي قادر على حسم الصداره، خاصه انه في تصريحات كثير عم تطلع من الانديه الاخرى بالمجموعه، لكن بارض الملعب عم نشوف انه الاهلي هو اللي عم يكون صاحب اليد الطولة. وخرج ايضا من ماميلودي سان داونز كمان بعض التصريحات، يبدو انه الجماعه بالنادي الجنوب افريقي عم تخونهم الذاكره كل سنه مع النادي الاهلي. معلش خلينا هنتكلم عن التعليقات دي.